اليوم جينا لهنا بمقر البرلمان وقفة احتجاجية الرقم 11. علاش جينا؟ داك القرار اللي جا به السيد الوزير كيبقى داك القرار ما بغاوش الاباء والامهات والطلبة، الطلبة ما قابلينوش بعدهم هما اللي ماذا؟ علاش باش نمشيو للخصوصي؟ اولا الخصوصي هنا حنا ولادنا كانوا في العمومي في اوكرانيا، قراو في العمومي هنا ومشاو العمومي في اوكرانيا، بغيناهم يبقاو في اوكرانيا. اليوم الطلبة علاش جايين؟ باش يبقاو في العمومي، ما باغينش حنا ضد باش نبقاو ولا ولادنا يبقاو في باش يمشيو للخصوصي. لا العمومي كيبقى دائما، وكنشوفوا حنا التلاميذ دابا اللي كينجحوا في الباك ناخذوا هذا، هم التلاميذ اللي متفوقين على الناس على الدليل على انا لاحظت في الفيدراليه ديال التعليم كنشوفوا حنا دوك الطلبه اللي كنجيبهم من الخصوصي وكنجيبهم من العمومي كتجيبوا ب 18 كينجح ب 11. اذا حنا هاد القضيه اللي جابها الوزير باش نمشيو، واش حنا عندنا العمومي قليل؟ شكون اللي كثر في الطب؟ شكون اللي كثر؟ واش المؤسسات ديال الدوله ولا المؤسسات ديال فوق؟ اذا هنا كاين تشجيع على 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 هذاك المؤسسات والمعاهد والجامعات ديال 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 الخواص. فالاباء والامهات والطلبه هم ضد باش يكونوا في هذا، وهذاك المبلغ خيالي. جوج احنا درنا لقاء مع السفاره، قال لك راه تفاهمنا مع السي الميراوي هذاك هذاك مديره المركز العالي ديال اوكرانيا. ماذا قالت أولينا؟ قالت بان راه تفاهم معايا السي الميراوي على التعليم عن بعد، ولكن باقي ما خرجش في البلاغ. خاص لكان التعليم عن بعد خاص يخرجوا به التدريب، لان الطلبه دابا تيتسناو في التدريب والتعليم عن بعد. هذا من جهه. اذا كان عا كلام شفهي، حنا بغيناه كتابي هذه ديال التعليم عن بعد. يوم 29/8 كان لقاء مع الوزير مع الاخوه مع اعضاء ديال الجمعيه، ولكن هذاك الشيء اللي صرح به نهار 25/26 شهر 8 هو اللي قالوا بحال حنا سميتهم الاعضاء ديالنا حنا والمكتب الوطني والمجلس الوطني والاباء والامهات تيرفضوا هذا الشيء، القرار اللي جا به الوزير ديال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واللي باغيين دابا الطلبه، واللي حنا علاش جينا اليوم الحكومه جايين؟ علاش النقطه الاولى هو كيما مزيان الطلبه المهندسين، واخا باقي ما تجبدوش بعد فئه المهندسين حنا كل شيء مزيان باش يمشيو للعمومي مزيان، بغينا حتى الطلبه ديال الطب والصيدله وطب الاسنان حتى هما يمشيو للعمومي على غرار واسوه لاخوانهم. قدم انا سميتي اميره متوكل، انا طالبه طب سنه رابعه، هذا العام طلعت سنه رابعه. جينا اليوم نديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه بيان سور، حيتاش بغينا نطالبوا بالحقوق ديالنا. اول حاجه انه كنهضروا على انه حنا ضد الادماج في الخاص، حيتاش لي بخي طالعين بزاف. لا بلوبار نتاع الطلبه اللي كيمشيو لاوكرانيا كينتميو للطبقه المتوسطه اللي ما يقدوش انه يخلصوا 130 الف درهم العام. هذه حاجه اللي مهمه اول حاجه. ثاني حاجه غادي نهضر على لي زاتيستاسيون اللي كيقولوا لينا حنا نجيبوهم نحضروا لهم لي زاتيستاسيون دو ريوسيد انه حنا ناجحين انه شحال من حاجه. قلنا لهم انه حنا هاد لي زاتيستاسيون هادو ما نقدوش حنايا نجيبوهم حيتاش كاينه الحرب، ما نقدوش نمشيو نجيبوهم ليزونيفرسيتي ما كيجاوبوناش، ما عندنا حتى شي دخل حنايا في هاد الشيء، وقلناها لهم وفي خبر الوزاره. دونك حنايا اللي كنطالبوا به هو انه يلقاو لينا حل. راه بصراحه زعما لي نومبر نتاع الطلبه اللي كاينين راه باين، ما بقاش داك لو نومبر الهائل اللي كان في الاول. حنا كنطالبوا غير انه يزيدوا يلقاو لينا الحلول، حيتاش هاد الحلول هادو اللي كيعطيو لينا ماشي حلول، سي با دي سوليسيون. حنا ما غاديش نقدوا على هاد لي سوليسيون هادو، كنطالبوا منهم انه يلقاو لينا هاد الحلول وانه ندخلوا نقراو مع الجامعات العموميه، ولا حنا الاون لين راه قال كيقدروا يقبلوه. حنايا على حساب، حنا ما كنقولوا لا كيشجع عادي لا كيشجع عادي، ولكن باش انه في الاول فاش وصلنا تعطيو لينا وعود انه حنايا نقدروا ندخلوا ونقراو في البوبليك، وفاش عاوتاني دوز واحد الفتره وتقولوا لينا لا ما نقدوش حنايا ندخلوكم للبوبليك وتقولوا لنا دخلوا المعاهد الخصوصيه، حنا اون اكسبتو باس. تلاقيناهم عند الوزير السيد الميراوي قال لنا انه غادي تدخلوا تقراو في المعاهد الخصوصيه، قال لك حنايا كنوقفوا مع الطلبه هذو اللي جايين، هو هذا حق ديالنا انه ندخلوا نقراو في المعاهد. حنا ما اختاريناش هذه الحرب، دوزنا حرب بوحدها ما كانتش سهله. راه انا شخصيا انا وصلت مهرسه، دونك راه دوزنا فريمون الحرب باش انه نوصلوا ويعطيو لينا الوعود، وفي الاخر هاد الوعود ما يديروش بهم. راه
زعما تهاجم. ولكن انا ما كنتش نقول لك انه كيتعامل معنا على اساس انه حنا يميل في السياسي، ولا كيتعامل معنا على اساس انه هادو الحقوق ديالنا. كل واحد وشنو كيقول. حنا ما قدوش نقولوا انه حنا يميل في السياسي، ولكن راه حنا واحد الملف اللي خاصو يتدرس وخاصهم يعطيو لنا الحقوق ديالنا، حيت هادو حقوق ديالنا اوليه. نتاع هذا الحق نتاع كل واحد، كل طالب مغربي هذا هو الحق ديالنا. وبالنسبه للاونلاين، انه قال لك نقراو اونلاين اي تو، صح حنا مازالين كاسينو البالغ يخرج من عندهم اللي كيقول انه حنايا من حقنا واخا نقراو اونلاين راه مقبول في المغرب، ماشي انه نقراو حنايا اونلاين وفي الاخر يقول لك لا انت الباركور ديالك كان اونلاين ما تقدش تدوز. اكزاكتومون خاصنا حنايا واحد البلاغ اللي كياكد لنا انه حنايا غادي نقراو اونلاين، وانه داك الدبلوم اللي غادي نقراوه اونلاين غادي يكون معترف به. المره الاولى فاش كنصرح بالادماج، كنا حنا كنعتقدوا بان غادي يكون الادماج في القطاع العمومي. فإذا به القطاع العمومي جات المباراة نتاع الطب وجات ديك 20% اللي زادوها هاد السنة نظرا لذاك الورش الملكي نتاع التغطية الصحية واللي هما بحاجة لأطر صحية، ووالو ما خداوش من الطلبة نتاعها، وذاك الوقت ما فتحش معنا تماما الحوار. تدازت هذيك المراحل تاع القطاع العمومي وسدوا القطاع العمومي، عاد ولا تفتح معنا الحوار. لما تفتح الحوار كيقترح علينا البديل اللي هو القطاع الخصوصي، ولكن القطاع الخصوصي خاضع لشروط، من الشروط ديالو يدوزوا المباراة، وهذيك المباراة يدوزوها في المستوى اللي هما فيه، واخا ناجحين المستوى الموالي ونجحوا في المباراة غادي يبقاو في ذاك المستوى. إذا الطلبة غادي يضيعوا في سنة دراسية ديالهم واخا نجحوا فيها. ومن جهة أخرى أعطونا لاحونا كهدية للقطاع الخاص باش يدير فينا ما بغى، عينا نطلبوا غير شنو غادي يطلب القطاع الخاص نتاع الرسوم الجامعية. قال لك حنا ما عارفين والو، حنا راه هضرنا معاهم باش غادي يحاولوا عليكم في الأثمنة. حنا كنعتبروا بأن الطلبة إلا كانوا غادي يمشيوا للقطاع الخاص باختيار منهم يمشيوا له، ولكن ما يتعداوش في الاداء داكشي اللي كانوا يؤديوه في اوكرانيا، لان ما في استطاعتهمش. هادو كلهم طلبه منحدرين من مجتمعات، من فئه اجتماعيه متوسطه ولا يعني متواضعه، فبالتالي صعيب عليهم باش غادي يقوموا بلا. فيما يخص التداريب الحين باش غادي التداريب تخاد بعين الاعتبار هنا في المغرب، وكان اليوم الموالي عنده لقاء مع اوكرانيا اللي تاسفنا له، وهو اتفق مع السلطات الاوكرانيه باش ديك اللائحه اللي غادي تشكل من المنصه نتاع من 3 حتى 16 سبتمبر اللي تسجلوا فيها الوليدات اللي غادي يدوزوا المباراه، غادي يسلمها للسلطات الاوكرانيه، والسلطات الاوكرانيه كتنتظر غير بمجرد ما توصل بدوك الاسماء غادي تطردهم من المؤسسات ديالها، وبالتالي ما غاديش يبقى عندهم الحق لا في الدراسه عن بعد ولا من نهار اخر يمشيوا يلتحقوا. احنا كنرفضوا هذه الطريقه هذه فينا، وقلناها للسيد الوزير، والان كنطالبوا باش هذيك يعني الوعود نتاع السيد الوزير، لان وعود اخرى سبق ما طبقهاش، بغيناها تكون منصوص عليها في بلاغ اللي يصدر من الوزاره وتقول بان هذا الشيء راه غادي يطبق. هذه الاشياء مازال ما وصلنالهاش، وهذا الشيء علاش جينا اليوم باش مازال كنطالبوا باش يتدمجوا الطلبه حسب الاختيار ديالهم، اما في القطاع العمومي اما في القطاع الخاص، وبدون هذا الشيء نتاع المباريات. وبغينا كذلك تسهل الماموريه في التداريب للجميع، وكاين اصحاب التخصصات اللي حتى هما غادي يفرضوا عليهم باش يدوزوا مباراه، اطباء اللي ديجا عندهم الطب العام وعندهم تخصصات، حتى هذوك راه عندهم مشاكل.